السلام عليكم، معكم اليوم احمد في فيديو جديد. زي ما شفتوا بالصورة بالعنوان، حاب افرجيكم افضل 3 رسباكات. طبعا الثلاث رسباكات شكلها مرة رهيب، لكن اخر رسباك وبالنسبة لي افضل رسباك لعب فيه، افضل حتى من الرسباكات اللي انا عملتها، واعتقد الرسباك ان شاء الله رسباك 2000 مشترك هحاول انه اخذ من الرسباك هذا اشياء. يب خليكم على المقطع، لكن قبل ما نكمل ما ضلش اشي على ال 1000 مشترك، ما ضل غير 100 مشترك، فلا تنسى تشترك بالقناة وتحط لايك على الفيديو وبس. اوكي، وعنا اول رسباك زي ما انتم شايفين، هذا اسمه حتى اقوله هنا على اليمين، على اليمين ولا على اليسار، على اليسار. المهم زي ما انتم شايفين هذا الرسباك الحلو فيه انه بتحسه زي مو رينبو، لكن هيك من لون ازرق فاتح لازرق غامق. خلينا نشوف زي ما انتم شايفين هون الاروس، خلينا نكمل. هذا ايرو دايموند، يعني بتحس هون اللون الفاتح هون الازرق غامق للون هيك الليلة، شو معنى الليلة؟ البنفسجي. المهم يب، هون عندكم البيت شكله مره رهيب، زي ما قلت لكم هيك بيكون فاتح بيصير غامق الاميرالد، اوبس. ويب عندكم الاميرالد زي ما قلت لكم، هون الجولد شكله مره عادي، الايرون، وزي ما انتم شايفين هون الدايموند، وهون الاغراض. او ماي جاد. اوكي، وهون الاغراض زي ما انتم شايفين السيوف شكلها مره رهيب. اوكي يعني طلعوا كيف، خصيصا سيف الدايموند. هون التول زي ما انتم شايفين، وهون الستيك والاندربيل والدايموند. دايموند شكله مره رهيب. اوكي فيب، اوكي خلينا ناخذ بوشنات، خلينا نشوف ناخذ بوشن، لا هيك بوشن نرميه، وهي البارتيكل 7 البوشنات. اوكي نرمي، نجيب الاسيوف والهاد، وبعدين هيك هيك وهيك. يب هي الاسيوف زي ما انتم شايفين هيك، اسيوف مره رهيبه، وكمان هذا الرسباق بيرفع الاف بي اس بشكل رهيب. ف يب يعني رسباق مره رهيب. ويب اوكي، هون معنا مع الاكل زي ما انتم شايفين، هي شكل الجولدن ابل، شكل الاكل هون، اكل شكله عادي ورهيب. وهلا لازم نروح على شو اسمه دروع، والدروع كمان شكلها عادي عادي عادي، الا دروع الدايموند شكلها حلو بجنن كل الكلام، يعني روعة شكل الدروع، روعة. خلينا نشوفهم زي ما انتم شايفين، دروع روعة، يعني مو بس ازرق او لون واحد، لا هيك بتحسه فايت لون فايت بلون. فيب اوكي، فيب هاي الدروع، التشين كمان هيك معلم، هذا اشي بشوفه كتير حلو. ويب هلا خلينا نفوت على البارتيكلز. اوكي هون التشيست، الانفنتوري كمان هيك عادي، خلينا نشوف انفنتوري السرفايفل، هيك هيك انفنتوري السرفايفل كمان رهيبة. خلينا نشوف الدروع، مو الدروع، البارتيكلز، البارتيكلز كمان شكلها حلو ورهيب. اوكي خلينا هلا اوكي خلينا اشوف بلوكات البول، بلوكات البول اشي مهم مره. بلوكات البول، الو يب هاي بلوكات البول وهيك، فيب هاي بلوكات البول، اشي كمان رهيب، يعني عادي مو رهيب عادي، يعني اشي حلو. اوكي وفي عنا هاي البلوكة كمان مهمة، في ناس بحبوها لهاي البلوكة تبعيت ال 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 الايج وورز، اللي بتستخدم ايج وورز هي اعتقد، ما بعرف بالضبط. فيب اوكي خلينا نيجي هلا للسكاي، السكاي خلينا نطير لهناك. يب زي ما انتم شايفين هذا النايت تايم، اوكي يعني السكاي شكله رهيب 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 رهيب. اوكي وبعدين نحط على السيتنجز، بلا سيتنجز ننزل لتحت نشوف وين هنا، نحط على الداي، الداي كمان شكله حلو كتير، لكن بحسه مره ضو عالي، يعني بتنعمي وانت بتلعب لكن كمان رهيب. فيب بس كان هذا الرسباك الاول، خلينا نروح على الرسباك الثاني. اوكي ويب زي ما انتم شايفين هذا الرسباك الثاني، طبعا هذا الرسباك كمان رهيب، زي ما انتم شايفين البلوكات كلين مره، يعني اكثر من الرسباك الاول، وهذا الاشي اللي هو برفع الاف بي اس بالرسباكات لما تكون البلوكات يعني بهذا الشكل زي ما انتم شايفين وراي. ويب زي ما انتم شايفين هذا ايرو دايموند، خلينا نحط الهاي، هذا او ماي جاد. اوكي زي ما انتم شايفين هذا ايرو دايموند، الجولد، البيت شكله كلين، يعني كلين كلين كلين. هذا التشيست، الفرن، وهي الاميرالد، وزي ما انتم شايفين هون الايرون، يعني كمان اشي مره رهيب. نخش على التولز،
وزي ما انتو شايفين هذا الروسباك هيك بتحسه بينك، يعني هتقولوا لي اوكي هذا للبنات، لكن لا انا بشوف اللون مره رهيب، يعني اسف بس انه اللون حلو كتير. هاي الاسيوف زي ما انتو شايفين، خلينا نجيب الاسيوف نحط كرييتيف، نجيب الاسيوف هيك 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 هيك. يب هاي الاسيوف شكلها صغير وحلو، وكمان الاوتلاين الموجود فيها اللي هو هاد هيك، يعني اشي رهيب كتير، وبتقدر تفرق الستون من الايرون، اشي كمان مهم بالرسباكات. ويب هذا الدايموند كمان شكله حلو، فيب خلينا نرمي هدول. هون التولز الاندربيل شكلها حلو، لكن الدايموند لازم حطوه نفس اللون، انا لو يعني بدي بقدر اعدل عليه اخليه نفس اللون، لكن الرسباك جاهز يعني هذا مو الرسباك حقي. فيب اوكي خلينا نجيب بوشنات، البوشنز اللي هي هاي علبة البوشن شكلها حلو، وهي البارتيكلز حقها. ويب هون الاكل، الجولدن ابل كمان شكلها رهيب، انه هيك حاطين اسود حوالين الجولدن ابل كمان اشي رهيب. الاكل اعتقد مو مغيرين عليه اي اشي، هذا الا على الابل بس. و يب اوكي خلينا نجيب البو نسيت اجيب البو، خلاص نجيب البو هيك البو. يب كمان شكل البو عادي يعني مش مرة رهيب، عادي اوكي. والسنارة بهذا الشكل زي ما انتم شايفين يعني عادي، بس اللون حقها بينك. ويب اوكي نخش هلا على الدروع، والدروع زي ما انتم شايفين هيك بهذا الشكل، كمان كلين 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 هدول، بس مو يعني كمان تشين هيك حلو، لكن بشوف لو عملوه كمان هيك كلين يعني مربعات تكون نفس الكبر بيكون كمان اشي منيح. وهذا الدايموند، ويب خلينا نشوف هنا الدايموند هيك بيكون شكل الدروع يعني اوكي حلو. ويب اوكي خلينا نشيل الدروع، نشوف البارتيكلز اوكي، ونشوف الانفنتوري كمان، الانفنتوري كمان هيك بتقدر تشوف يعني اذا في حدا هناك. البلوكات كلين كل البلوكات، هذا التشيست هيك. خلينا نخش على البارتيكلز اوكي، والبارتيكلز بهذا اللون زي ما انتم شايفين كمان حلوة، ويعني مو يعني بتجنن انا بشوف البارتيكلز، خصوصا انه الشاربنس هيك دوائر، والهيت العادي اللي مو شاربنس يعني زي ما انتم شايفين هيك مو دوائر، شايفين مو دوائر، ما بنطي دوائر الا لما تضرب شاربنس. فيب هذا اشي كمان رهيب كتير. حتقولوا لي ليه اخترت الرسباك مع انه بينك، يعني بتحسه للبنات لانه كلين زي ما انتم شايفين، وبرفع الاف بي اس، فاعتقد اهم اشي انه هو يرفع الاف بي اس، ما يكون لبنات او اولاد او هيك، لانه اعتقد يعني عادي هذا الاشي. فيب خلينا نروح هلا على السكاي، السكاي زي ما انتم شايفين هذا النهار بحسه كمان حلو، يعني بجنن النهار، ولونه مش عالي مرة يعني ما بيعمي. فيب اوكي نغير اللون اللي هو للنايت، وشوفوا النايت كيف، او ماي جاد النايت شكله مرة رهيب، يعني هناك هيك فوق النجوم مع هذا هون اشي روعة، او ماي جاد اوكي. ف يب بس كان هذا الرسباك الثاني، ونروح هلا على الرسباك الثالث والاخير، واللي هو افضل رسباك بالنسبة لي. ويب اوكي ورجعنا الرسباك الثالث، طبعا هذا الرسباك بقول لكم انه رسباك منيح لانه برفع الاف بي اس، كل الرسباكات اللي انا فرجيتها بترفع الاف بي اس، وكمان يعني فيه اشي يعني بجنن. ويب زي ما انتم شايفين هاي التولز، وشفتوا الاغراض يعني اللي وراي اللي ما بدي اخبيها، يعني يب هذا الرسباك انا الان بلعب فيه، انصحكم كلكم تلعبوا فيه. زي ما انتم شايفين هذا الدايموند شكله مره كلين وغير عن الستون، هتقولوا لي لا لازم نفس الاشي، اعتقد هيك منيح مشان لما تكون تلعب مثلا يو اتش سي تمر عن الدايموند انه تشوفه، فهيك بتقدر تشوفه بسرعة. خلينا نطفي صوت ال هذا صرعني. يب هذا الدايموند، الجولد نفس الاشي، وال
إمرالد نفس الإشي والآيرون نفس الإشي، يعني هذا الإشي اللي بشوفه رهيب كتير. البيت شكله عادي، التشست والفرون أعتقد ما مغير عليهم إشي. وياب أوكي، طبعا شكل الصوف هو أحلى إشي، شكل الصوف تحسه كله أسود لكن بس اللون برا، يعني هذا الإشي كتير كتير عجبني بالروسباك. وهو أغلب بكل إشي، يعني زي ما انتو شايفين لما نخش هون كل إشي بتحسه أسود، بس مثلا لون الاندربيل أزرق، لون الدايمون شكله مرة رهيب، حتى لو عملها كمان هون بيكون إشي حلو إنه حط كل إشي أسود، والآيرون بس خلى هذا الخط، والجولد نفس الإشي بيكون إشي كتير كتير رهيب. زي ما انتو شايفين هون الروسباكات أوكي السيرفرة ألو السيوف شكلها كتير حلو، انه كله اسود والدايموند بس هيك حد دايموند من برا ايرون ستون وهيك. ياب هون نفس الاشي، هذا الاشي كتير كتير رهيب. خلينا نجرب بوشنات اول اشي اللي هو البوشنز. وياب هذا البارتيكلز، كمان بارتيكلز اشي مرة روعة. خلينا نجرب قبل ما نجرب السيوف نجرب السنارة والبو والسنارة، هيك شكلها ما مغير عليها اشي، لازم غير هذيك لكن ما بعرف ليه ما غيرها. وهذا البو، يعني كمان البارتيكلز تبعين البو رهيبة. فيب اوكي نرمي هذا وهذا ونيجي للسيوف. هذا سيف الايرون، هذا الخشب، كمان سيف الخشب تحسه فخامة. هذا الستون وهذا الدايموند اوكي، وهذا الجولد، يعني كمان السيوف مرة رهيبة. خلينا نرمي هذا بعدين هاد 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 اوكي. الاكل مو مغير عليه اشي الا على الجولدن ابل، والجولدن ابل كمان شكلها هيك رهيب، بحسه انه شكل الجولدن ابل رهيب كتير. ويب خلينا هلأ نيجي على الدروع. الدروع زي ما انتو شايفين بنفس الفكرة الا التشين، من برا بتحسيها هيك بتحسها هيك الوان، ومن جوا اسود نفس الاشي عند الجولد والايرون. هذا اللي خلى الروسباك عن جد عن جد روسباك رهيب، يعني الفكرة ما اجتني ولا انا عملت كمان هيك روسباك، لكن حأسرق منه الفكرة واعمل روسباك هيك على 2000 مشترك، يعني حيكون روسباك نفس الاشي، ما حيكون نسخة لا حغير، يعني ما بعرف ايش اللي اغيره، لكن مثلا حغير الاندربيل وهيك اشياء. ويب حألعب بالالوان، يعني اغير الالوان. يب هاي الدروع، خلينا نلبس دروع الدايموند. هيك 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 انتو شايفين هاي الدروع شكلها رهيب. يب كيف بعد ما شفنا الدروع خلينا نشوف البارتيكلز. خلينا نحط سيرفايفل، ناخد ستيك اوكي ونشوف البارتيكلز. طبعا البارتيكلز كمان شكلها رهيب بالرسباك. فيب هاي البارتيكلز، نحط كمان بارتيكلز او مشان افرجيك البارتيكلز كمان احسن. خليني ازيد البارتيكلز بالرسباكات اوكي. فالبارتيكلز هيك شكلها زي ما انتو شايفين، شكلها مرة رهيب. ويب اوكي بعد ما شفنا البارتيكلز خلينا نخش هلا على السكاي. السكاي كمان شكلها رهيب زي ما انتو شايفين، هذا النهار الداي، النايت لسه ما شفته لكن الداي شكله رهيب. في كثير رسباكات بتستخدم هاي الداي، لانه اعتقد انه الداي هي يعني ما لازم احكي، يعني تطلع المنظر بتجنن، وكمان ما بتعمي يعني مو ابيض هيك بتعمل لون، لا بتقدر تشوف كل اشي منيح. فيب خلينا نشوف النايت مع بعض لانه انا لسه ما شفت النايت. اوكي هون تحت نشوف النايت. الو اوكي نفس الاشي، هذا النايت وهذا الداي. اوكي 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 اشي حلو اشي حلو. انا مثلا لو عندي الرسبك كنت غيرت. خلينا نشوف كمان الميد نايت اللي يكون، لا مو ميد نايت، انه يكون هيك بين النايت والهي. او ماي جاد هذا الاشي انا بشوفه احلى اشي. يب طلع المنظر شكله رهيب، هيك هيك اشوف السكاي بتجنن. او ماي جاد. ويب كمان الشمس هناك. ويب بس كان هذا الرسباك، بس كان هاي الرسباكات. ان شاء الله تكون عجبتكم، اذا عجبتكم لا تنسوا تحطوا اللايك والاشتراك مشان انزلكم كمان رسباكات رهيبة، ورابط الرسباكات حتى اوها تحت بالدسكريبشن. وبس
كان معكم احمد، نشوفكم بالمقطع الجاي ان شاء الله. لا تنسوا تخشوا على الديسكورد وتشتركوا بالقناة، خلينا نوصل 1000 مشترك. وبس، كان معكم احمد، السلام عليكم. Send me fantastic, touch me now, my boxy system is the boom, boom, boom.